ابو بسفر، الجوالات كنتوا تاخذونها الفتره اللي راحت صح؟ ايه، كنتوا تطلعون على ردود فعل الجمهور، على طلبات الجمهور، صح ولا لا؟ صح. الفتره الاخيره وش صار؟ اتوقع وقف الامر هذا. ايه، الغاها ابو عبد الله. وش اثر عليكم؟ انه كان في جوالات وبثوث وسنابات عليك انت بالذات، فجاه توقفت، اثرها عليك وش؟ شوف، الجوالات تأثر في أشخاص وأشخاص. حلو. أنا من الأشخاص اللي ما يأثر فيني الجوال، يعني في ناس هنا إذا شاف، ترى ما أسمعك، ارفع صوتك. أقول في ناس هنا، حلو، إذا شاف الجوال، كان قبل الجوال كان رتمه حلو في البث، بعد الجوال يصير رتمه نازل. فأشوف إن القرار كويس جدا، إن قرار أبو عبد الإله. نعم، تم، ما عاد فيه جوالات. نعم أبدا. بس أتمنى إنه بعد يلغيها تماما، حتى من المقدمين يأخذ جوالاتنا. لا لا لا، ها، لأن فيها واحد من النقاد، واحد من النقاد، سمعت، أنا سمعت من المصادر الخاصة إنه يعطي المتسابقين جوالات، جواله أو بلا صح، يعطي جواله المتسابقين كلهم، يمر عليهم. لا لا لا، اثنين ثلاثة. وش اسمه؟ مستعجل، ما راح أذكر اسمه، ولا وحتى المتسابقين ما راح أذكر اسمه. لا، خل المتسابقين، اذكر الناقد اللي يعطي المتسابق جواله. ما راح أذكر اسمه. وليش يعطي اثنين ثلاثة بالذات؟ لا تسألني. أقول لا تسألني. اثنين ثلاثة، طيب وش يعني ولا يعني؟ وش تشوف أنت؟ أنا بوجهة نظرك أنت. والله ما أدري، هل هو يعني، فإذا بيقطع الجوالات أبو عبد الإله يقطعها من رسالة لأبو عبد الإله. نعم، إذا بتقطع الجوالات اقطعها من الجميع يا أبو عبد الإله. محمد مسفر يقول إذا بتقطع الجوالات اقطعها من الجميع، لأن محمد مسفر يقول في ناقد يعطي بعض المتسابقين الجوالات. اثنين ثلاثة. أول شيء، هنا عندنا قضية عصيان أوامر أبو عبد الإله وتهريب الجوال أبو عبد الإله. الشيء الثاني، اثنين ثلاثة من المتسابقين، أنا ودي تصرح من المتسابقين أو من الناقد، لأن في واحدة منها بيجيبون الباقي. لا، ما نبصر ولا بس. تحيز وتهريب جوالات. طلبت الجوال منه أنت؟ لا، ولا قربت أصلا. ليه؟ بس تدري إنك إذا طلبته مو معطيك ولا ما تبيه؟ لا لا، ما بيه ولا طلبت أصلا. يعني شوف أبو مسفر، تحس طيب إنه في تركيز على كم متسابق، سواء من ناقد، من إدارة، من إعداد؟ لا، تشوفون كلكم سواسية. نعم، ما تشوف انك ظلمت في النسخة هذه؟ ممكن انهم كانوا ساجين، يعني يوم كنت ما اطلع. طيب طيب، سالفة اني انادي كم متسابق واعطيهم جوالي، هذا ما تشوفه ظلم للباقين؟ الا ظلم، ممكن انه ما ادري عنهم انا، بس انا سمعت، عرفت، وسمعت من مصدر خاص. أبو مسفر، هل تشوفهم كل المتسابقين هنا كل واحد ماخذ حقه؟ بأمانة يا أبو مسفر. والله شوف، كل متسابق على حسب أدائه وعلى حسبه. في ناس عندهم إهمال. عندهم؟ إهمال في الأداء. اترك الأداء والرتم على الهواء، لا، كتعامل من الإدارة. من الإدارة؟ إي. لا، ما أدري عنه. تشوفونكم سواسي؟ أشوفونا، إحنا سواسي كلنا. صدقني، دامك ما تركز على الأمور هذه تراك ناجح. الحمد لله. أنا وأنت ناجح قبلها. اللي يهمني كله نفسي، أركز على نفسي. عشان كذا أنت ناجح. في صورة بعرضها لك، أبهدي عليك شوي.
وبتعليقك عليها. أعطوني الصورة يا جماعة الخير رقم واحد، الصورة رقم واحد. ما شاء الله تبارك الرحمن. ماذا يا محمد؟ اي يا رجال اضحك، اي اضحك.